رجعنا لكم مره ثانيه مع نجمه كبيره، نجمه كبيره مدربه. انا استغربت شخصيا ان هي مدربه، لكن هنعمل ايه؟ هنعرف معاها كل التفاصيل. معانا يارا ياسر وهي مدربه الجمباز لعمر 8 سنين بنات في النادي الاهلي. كابتن يارا مساء الخير. مساء النور. منورانا. ميرسي. شكرا. 18 سنه دي البدايه وتكوني مدربه في قطاع صغير في النادي الاهلي، مع انك كنت بطله وبطله كبيره من 2006 لغايه 2018، ايه اللي حصل؟ ازاي رحنا التدريب؟ هو عادة في المجال الجمباز يعني وكده بيكون المدربين والمدربات بيكونوا سنهم صغير. هي. وده بيبقى احسن عشان هما بيكونوا لاعبين ففاهمين اكتر، عشان يعرفوا ينفذوا الحركات للبنات او اللي بيدربوهم يعني. يعرفوا ينفذوها بنفسهم بدل ما يكون شرح بس، لا كمان ممكن انفذ لها الحركه عشان تشوفها بعينيها. بتعمليها زي ما هي تعلميها يعني؟ بالظبط. طب خلينا نرجع لبداياتك. انا عارف ان كابتن ياسر عبد العال بابا سباحه وتربولو، موضوع مختلف تماما. ازاي رحتي ملعب الجمباز؟ يعني ازاي وصلتي ملعب الجمباز؟ مع ان انا عارف ان كل ولي امر او كل كابتن كبير في النادي يقول لك ايه، بنتي تطلع زي او ابني يطلع زي، ازاي عملتي؟ هو انا تقريبا الوحيده اللي في العيله اللي طالعه عكسهم كده. عكسهم صح؟ عشان كده بسالك. اتفضلي. يعني انا بدات الجمباز من انا عندي 4 سنين في النادي الاهلي، ولسه مبطله تقريبا بقاليش سنه بس. وكان طول السنين طول ما انا بتمرن من ساعه ما بدات مع الدكتوره لميا علي وكابتن جمال عباس طبعا. تمام. طول ما انا شغاله كان فريقنا على طول الاول على الجمهوريه. بس على طول. اه لا انا عايز اعرف بقى منك التفاصيل، ازاي رحتي ملعب الجمباز؟ يعني انت قلت لبابا لا انا مش هلعب سباحه؟ رفضتي؟ لا هو القرار ده ما كانش ليا يعني. هو احنا جربنا طبعا السباحه وهم جربوا معايا السباحه بس ما نفعتش خالص. اه يعني انا كان بيتحكي لي. اه بتعرفش تعومي؟ لا بعرف اعوم، بعرف اعوم، بعرف اعمل كل حاجه بس يعني القرار ده ان انا اروح جمباز ما كانش ليا طبعا يعني. هم كانوا شايفين انا احسن في الجمباز. تمام. اللعبه لعبه الجمباز لعبه صعبه، يا لعبه طبعا لعبه صعبه. تدريبها وانت لسه بطله كبيره، تدريبها واوقاتها ازاي؟ ازاي يعني لازم يقعدوا وقت كبير جوه ملعب الجمباز؟ هو طبعا وقت كبير جدا، بس هو ما دام اتعودت عليها وخلاص يعني. قوي ان انت تبطل اللعبه دي. حتى ما بطلت ان انا العبها كنت عايزه ارجع لها كاي حاجه يعني. انا دلوقتي بمرنها وبحكم كمان. يعني تدريب وتحكيم 18 سنه. تمام. طب خليني اعرف، في نوعيه من الجمباز، نوعيتين، في اجهزه وفي انواع الجمباز وناس مختلفه وناس ما عندهاش درايه كامله بالجمباز. عايزك انت بقى كده كابتن كبير تعرفينا ايه موضوع الاجهزه وايه موضوع الفرق والحاجات دي كلها. هو في اللي هو الجمباز الفني، ده بيبقى ويس. اجهزه عباره عن 4 اجهزه. يعني ال4 اجهزه بيشغلوا كل عضلات الجسم. كويس جدا. في الجمباز الايقاعي، ده بيبقى جهاز ارضي بس بيعتمد على المرونه بتاعه الجسم اكتر من العضلات. وفي جمباز الايروبكس والترامبلين. الترامبلين بيبقى كل شغله ترامبلين، ما بيستخدمش اي اجهزه تانية غيره. والايروبكس يعني شبه الايقاعي شويه بس برضو عضلات ومرونه، مش مرونه بس. كله مرونه وعضلات. اه لازم الاثنين يكونوا مع بعض. لازم تلعبي الاثنين ولا ممكن تلعبي اجهزه وممكن تلعبي جمباز ايقاعي؟ لا ممكن العب فرع واحد. فرع واحد؟ اه عادي. يعني اللعيبه في الجمباز بتتخصص في فرع واحد وليس في كله، ولا في لعيبه تقدر تلعب كله؟ هو يعني جمباز الفني يعني انا كنت ممكن العب جمباز فني وبعد ما اخلصه ادخل في حاجه تانية، ان هو بيسهل على بقيه اصلا اللعبات الالعاب سوري. يعني مش جمباز بس يعني، ممكن اخلص والعب سباحه عادي، ان هو بيبقى الفتنس بتاعها جامد وعندي مرونه كمان فيخليني ممكن العب اي لعبه تانية. 12 سنه في اللعب، خلينا في لسه مرحله اللي انت كابتن كبير ونجمه كبيره، 12 سنه لعب واكيد عدي عليكي بطولات كتيره بتعتزي بيها كلاعبه. ايه اكتر بطوله اعتزت بيها يارا ياسر؟ اكتر بطوله كانت اخر بطوله جمهوريه لعبتها. عشان كان قبلها تعب يعني كتير قوي، ووصلت فيها للمركز الاول على جهاز حصان القفز. هايل. وبطوله كانت كاس عالم في بلغاريا. كويس. خدنا فيها مركز تاني. هايل. هم دول اعز بطولات عندك. ايه اللي انت جوه لعبك كيارا حاسه اللي انت كنت عايز تعمليه بس مش قدرتيش توصلي له في لعبك بصراحه؟ انا كان نفسي اوصل طبعا للاولمبيكس بس طبعا ما عرفتش يعني. وصلت ما كملتيش عشان الاصابه. كانت اصابه، وبالنسبه لك الاصابه دي دخلتك في مجال التدريب. بالظبط. لما دخلنا في مجال التدريب رحنا نتمرن ولا رحنا نتعلم بعد كده نتمرن؟ هو انا رحت امرن تحت مدربه اسمها نجيب، هي مدرب العام دلوقتي للجمباز في النادي الاهلي. كويس.
هي كانت بتقف معايا كتير قوي وتعلمني كذا حاجه وانا واقفه بمرن ولغايه دلوقتي طبعا. اكيد. لا يعني احنا في دراسات تدريبيه ولا لسه بناخد دراسات تدريبيه؟ انا اخدت كورس واحد اللي هو هما 3 ليفلز. كويس. اخدت اول ليفل 1 ده كان السنه اللي فاتت. وان شاء الله داخله الكورس الدولي الثاني في شهر 7. دولي داخله على الكورسات الدوليه على طول. ما مش كورسات محليه، داخلين على الدولي على طول. ما شاء الله. اكيد الكورسات دي بتديك خبرات ثانيه مختلفه مع طبعا عشان نشوف برضو وجهات النظر بتاعت بره، اكيد هم احسن مننا يعني. فنشوف وجهه نظر كل الناس. بتفضلي مدرسه معينه في الجمباز في مدارس العالم؟ انا ايامي كان نادي كومانشي اسمها كده صح؟ مظبوط مظبوط. فكان رومانيا كانت مكتسحه اعتقد، في بلاد مختلفه دلوقتي في مكتسحين في الجمباز. امريكا احسن بلد دلوقتي يعني دلوقتي. البطله الوحيده من سيمون بايلز طبعا دي مكتسحه. طيب قلتي لي انا بطلت والسن الصغير قريب مني، السبع سنين والثمان سنين سن صغير، كيفيه التعامل من بطله كبيره وهي بتتعامل مع اشبال او شبلات بالمعنى الاصح لسه صغيرين ولسه طالعين للمستقبل، التعامل بيكون ازاي؟ هو التعامل طبعا صعب جدا، يعني التعامل معاها صعب قوي عشان هم بنات صغيره ولسه مش فاهميني كمان يعني. انا اللي بقوله كمان ساعات ما بيتفهمش. بس طبعا عشان مريت بكل ده ففاهمه هم ممكن دماغهم تكون ازاي وبيفكروا في ايه وممكن اعمل لهم ايه عشان يوصل للكلام ده. فعلا قدامنا صورة، وصورة مهمة اعتقد ليكي. ايه البنات الصغيرين الجمال هم دول؟ البنات هم دول بناتك؟ ايوه. قولي لي بقى اشقية معاكي وكده وفي التدريب واروح لمامي وباطي وكده؟ شخصيات مختلفة وعايز اروح التواليت بقى كده. وتسيبيهم عادي جدا جدا يروحوا بس بابا الماما تواليت اوكي، لكن بابا ماما لا. بابا ماما ما ينفعش خالص طول ما احنا في التمرين يعني. الاحسن ان هم يكونوا قريبين مني انا اكتر من بابا وماما يعني. ان هم يجوا يقولوا لي انا عندي حاجه تعباني حاجه وجعاني احسن ما يروحوا يقولوا لبابا وماما. طبعا اكيد انت عايزاهم دايما 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 جوه الملعب. ده كان ايه ده بقى؟ ده عيد ميلاد ده ولا يقولي لي؟ هم كانوا بعد بطوله الجمهوريه عشان هم كلهم حصلوا على الميداليه الذهبيه ما شاء الله. انا عارف. فكانوا بيحتفلوا يعني كانوا بيحتفلوا بالمركز الاول لسبع سنين. مظبوط كده؟ تمام. ما شاء الله بصراحه الموضوع عجبني جدا معاكي يعني. ما اكذبش عليكي يا يارا، يعني السن الصغير قلتي لي انا كمان بدرب وبحكم. ايوه. الاثنين اتعاملتيهم ازاي وانت لسه بتدرسي؟ مظبوط؟ لسه. لا فهميني بقى الحقيقه ماشيه ازاي؟ يعني قولي لي ازاي بقى تدريب وازاي تحكيم وازاي اللي بتدرس بقى في دراسه الثلاثه مع بعض بتوفقي اوضاعك ازاي الثلاثه؟ هو انا اصلا دماغي رايحه اكتر يعني للجمباز. تمام. زي ما قلت لحضرتك في الاول ان هو لما من ساعه ما بطلت اصلا كنت متضايقه جدا بس عشان كتفي وكده فكان خلاص لازم. فدخلت بقى في الكورسز بتاعه التدريب وكمان كان جنبها بتاع التحكيم. وكل ده بقى مع الجامعه الصبح كده. يعني ازاي؟ يعني عندك جامعه الصبح ولسه بندرس ولسه بنذاكر وفي نفس الوقت بتنزلي بكل قلب يعني عايزه تعلمي الاولاد والبنات الصغيرين حاجات كويسه جدا. الجامعه الصبح ده لوحدها ده حاجه كده لازم تتعمل. تدريسي ايه يا يارا؟ بزنس. طب بابا ما بيقولكيش سيبي التدريب وكده ولا دايما؟ هو كان في الاول كده. بس بعد كده خلاص يعني لما شافني تمام مبسوطه فخلاص لا سابني. سابك؟ عادي. بصي الموضوع مختلف جدا، السن الصغير ليه طريقه تعامل وقلتي لي الموضوع صعب معاهم. بتاخدي كورسات معينه للتعامل مع السن الصغير ده ولا بالطبيعه معاكي بصراحه؟ لا بالطبيعه كده. بالطبيعه وتقدري تتعاملي معاهم؟ انا في الاول طبعا ما كنتش قادره اتعامل معاهم عشان هم كانوا يعني هم اصلا كتير يعني هم عددهم 11 بنت وكل واحده بشخصيات مختلفه. بس يعني دلوقتي بقيت عارفه اتعامل معاهم وكمان باللعب والهزار وان انت تقربهم منك خليهم يحبوك كده ده فرق معايا كتير. شايفه السن المناسب لممارسه الجمباز امتى بصراحه؟ سبع سنين ست سنين خمس سنين؟ هو الاحسن ان هم يبداوا من اول سن اربع سنين عشان لسه الجسم بيبقى يعني لين كده يعني نعرف ندخل فيه المرونه ونكون لهم عضلات تقدري تشكلي الكلام ده بيقولوها كده صح في لغه التدريب بيشكلوا اللعيب وهو صغير بس اكبر مني شويه. لا اكيد انت كابتن كبير كويس. طيب قولي لي المستوى العالمي في مصر ما بنوصلش وسط عالميه، نفسي اعرف ليه بصراحه من بطله كبيره زيك؟ هو مش لحاجه بس هم هنا يعني بره مستواهم احسن بكتير. هو احنا كل اللي لسه ما وصلناهوش دلوقتي هو الاولمبيكس.
لكن البطولة العالم والكاس عالم دول وصلنا لهم لسه من قريب من لعيبه فرح سيد برضو نادي الاهلي والتانية اسمها فرح احمد. فرح احمد دي الاتحاد الدولي اتحط على رعايه ليها مخصوص مظبوط؟ مظبوط. حط اشمعنى اختار فرح احمد؟ عشان لعيبه متميزه جدا في جميع الاجهزه، يعني في الاربع الاجهزه انا قلتهم هي كويسه جدا ما شاء الله. كام سنه؟ 18 سنه. 18 سنه؟ طيب خدتينا على حاجه ثانيه خالص، الاولمبيكس والحلم بتاعك، هل 2020 تقدر تحقق ولا لسه محتاجين شويه كمان بصراحه؟ هي انا شايفه ان فرح يقدروا يحققوا ده الاثنين. بس برضو هيبقوا محتاجين شغل اكتر عشان هما بره برضو مستواهم احسن مننا بكتير. بالنسبه لك الشغل الاكتر ده دعم من اي اتجاه؟ النادي اعتقد بيأدي دوره. نعم. دعم دوله، دعم وزاره الرياضه، ولا يسفروا بره المعسكرات الخارجيه؟ هو المعسكرات وكده دي بتفيد كتير عشان كمان بتخلي البنات تشوف التمرين بره بيبقى ماشي ازاي. لكن ناحيه الدعم هو من ناحيه المدرب واللاعبين كمان. مش حاجه بره، هم اكتر ناس المفروض ان هم يتعبوا اكتر عشان يوصلوا للدوري. بعد قولي لي اخبار سلطة جمباز جديد في النادي. لا ما شاء الله دي مساعدانا جدا اصلا على النتائج اللي احنا عاملين نحققها دي. الامور اختلفت كتير طبعا. كان الامور وحتى اللاعبين وسلامه اللاعبين اعتقد الموضوع اختلف في الجمهور بكتير. الامور اختلفت من كنت انا بلعب ما كانش كده خالص اصلا. لا دي كانت حاجه كده بشعه. يعني ما كنتيش قادره تتواكبي مع الامور، لكن اعتقد ان بعد التجديد حصل تجديد فيها كويس جدا. كتير جدا اكيد. طيب اتحاد اللعبه اكيد بيكون عليه دور لدعم المدربين الجدد او الكباتن القديمه. اعتقد عندكم في اتحاد الجمباز بيدعموا ده بكورسات او بدخول منتخبات او قولي لي. هو كان الاتحاد المصري لسه عمل لنا من حوالي شهر تقريبا او شهرين كورس، برضو هو كورس دولي بس لجميع الناس اللي عامله يعني اللي ليهم حق ان هم يدخلوا الكورس ده. كان برضو على الخبير كيث راسل، كان لمده 3 ايام عشان برضو يود يعني الناس اللي ما دخلتش الكورسز الدوليه اللي هي من اول ليفل 1 لليفل 3. انا بس مش عايز اوقفك بصراحه على الكلام، لكن الصور سريعا بتلف. اوكي قولي لي الصور دي حكايتها ايه معاكي؟ دي مراحل السنين اللي احنا اخذنا فيها اول. ده فريقي يعني. ده فريقك. لكن في صوره اعتقد كانت ليكي اول صوره بس انت ما لحقتهاش، صوره مين دي؟ ده انا. ايوه بالظبط كده. ايه حكايه الصوره دي احكي لي؟ هي دي بعمل ولف على البيم. هنا ده كان التشين رينج على ارضي برضه، دي اعتقد سن القاهره ده. ودي كانت اول سنه ده سننا تحت 7 سنين. والدكتوره لميا لا لا انت فين فيهم؟ وقفوا لنا الصوره بس انت فين فيهم؟ لا مش عارفه انت فين. لا الصوره باينه عليكي. ماشي مفيش مشكله خالص، لكن اكيد دي احداث وتاريخ ونفسه في صور بتقلب كتير. اعتقد فيكي صور كتيره. دي برضه انت لعيبه؟ نفس الكلام. ايوه. طب قولي لي يعني نرجع بقى للاتحاد الجمباز واللي بيبتدي يدي كورسات للمدربين الجدد. بالظبط. انا بقول لحضرتك ان هو اخر فتره دي عمل لكل المدربين الكورس ده. كان نفس الخبير هو اللي ادى ليفل 1 السنه اللي فاتت للناس بقى عشان نشوف يعني يعلم الناس اكتر جميع يعني وجهات النظر الثانيه عشان يعرفوا يمرنوا احسن لسلامه اللاعبين برضو. لسلامه اللاعبين. طيب في الرياضه في الوقت اللي احنا فيه كل ولي امر عايز يشوف ابنه بطل، كيفيه تعاملك مع اولياء الامور بالذات ان السنه ده سنه صغير جدا يعني تعبانه من كل حته؟ قولي هو احنا عندنا في الجمباز يستحسن ان ولي الامور ماشي انت اتفرج وقول رايك لو عايز، بس انت مالكش دعوه بالتمرين، انت هتتفرج بس. عاجبني صراحتك قوي بصراحه، يعني عاجبني الطلاقه في الكلام وصراحتك في الكلام. قولي لي ها يعني مثلا كان في موقف كده ولاية امر داخله بتقولي على حاجه المفروض تتعمل كذا او يعني ردي اللي هو لا يعني خلي ناحيه التدريب وان هي المفروض تتعمل كذا وما تتعملش دي ليا انا. انت ليكي ان بنتك تطلع سليمه بس كده، غير كده مفيش حاجه يعني. هل بابا كان بيتدخل في امورك في لعبه الجمباز ولا انت خلاص شقيتي طريقك ودخلتي وتوكلتي على الله وبقيتي؟ هو بيتدخل ان هو اعمل ايه وما اعملش ايه بس برده مش يعني معاكي. مش مع المدرب. معايا. معاكي انت. معايا انا بس. لا بكلمك على هل كان بيتدخل كولي امر جوه اللعبه مع المدربين ولا ملوش دعوه؟ لا ملوش دعوه بالمدربين خالص. انت شايفه وجهه نظرك ان ولي الامر يبقى ولي امر يتفرج على ابنه عشان يبقى بطل؟ بالظبط كده. تقول لهم ايه بصراحه؟ شديده.
والله حاجة يعني أنا أكيد أنا خايفة على مستقبلي الأول أكيد، فهبقى عايزة ابنك أو بنتك اللي بتلعب معايا اللي أنا بمرنها تبقى بطلة. 11 بطل. 11 بطلة. مش عايزة منهم 10، مش عايزة 9، عايزة 11. عايزاهم كلهم عشان هو في الآخر هيبقى جاي في وشي يعني، أكيد هتبقى حاجة ليا أنا. أكيد. مش هتبقى ليك يعني، مش هبقى عايزاه يبقى فاشل أكيد. أكيد. طيب قولي لي بقى، إحنا لو خرجنا على المستوى العالمي والمستوى الأولمبي نقدر إمتى نحقق الميدالية الأولمبية للجمباز في مصر للسيدات؟ صعبة. ايه اللي انت شايفاه من وجهة نظرك اللي ينقصنا عشان نقدر نحقق الميدالية دي بصراحة شديدة؟ خبرات اكتر. خبرات. محتاجة ايه؟ يعني انت النهاردة كأول سنة ابتدائي تدريب محتاجة ايه؟ محتاجة وزارة الرياضة لاتحاد الجمباز كلاعيبة سابقة كبيرة في الجمباز. هو الاتحاد المصري ان هو يعني يساعدني على ان انا اخد الكورسز اللي فضلالي دي، يساعد ان بقيه المدربين كمان عشان يبقى عندنا الخبره الكفايه ان احنا نعرف نمرن، نعرف يعني نخاف على سلامه اللاعب اللي معايا، اعرف اطور منه على قد ما اقدر عشان نوصل لاي حاجه. هل شايفه ان لعبه الجمباز لعبه شعبيه ولا لعبه جماهيريه ولا لعبه لاعضاء الانديه فقط؟ هي لعبه لاعضاء الانديه لانها ما تقدرش تمارس بره الانديه. بس هو المفروض ان دلوقتي بدا يكون في اكاديميات غير النادي، يعني غير النادي في اكاديميات كتير فتحت، ان هي برضو تخلي حتى المش مشتركين في النادي او في نادي معين يعني تعرف تمارس الرياضه دي كويس. شايفه مستقبل النادي الاهلي في الجمباز والسنه الجديده دي شايفاها ازاي بعد ما شاء الله تحقيق كم ميداليات كبيره؟ انا شايفاه طبعا بيتحسن، وده طبعا الصاله اولا. الصاله يعني كله هنحط على الصاله. وطبعا المدربين الجداد اللي جم عندنا النادي هم طبعا الكم كبير قوي كانوا في المنتخب، فده يرفع من مستوى النادي كتير. يرفع من مستوى النادي كتير. شايفه ان احنا جوه النادي الاهلي غير فرح وفرح يعني، خلاص دول بنات، شايفه ان عندنا ولاد يقدروا يحققوا لمستقبل عالمي في مصر؟ ولاد؟ اه طبعا يعني عندنا. نقول اسماء ولا بلاش؟ مش عاوزه اسميهم. مش عايزه يعني مش عايزه يعني. بس طيب في لا تمام. قولي تتمني يكون في بطوله عالميه مثلا على ارض النادي الاهلي في المرحله اللي جايه في الجمباز، ولا البطولات بتكون كافيه للولاد في السن ده؟ لا هو طبعا البطولات اللي تتعمل في نادي الاهلي برضه عشان نعرف مستوى الناس اللي يعني اللي بره مصر بتلعب ازاي، بيتصرفوا ازاي حتى في الملعب، نشوف مستوانا جنبهم هيبقى عامل ازاي. يعني انت محتاجه ان يكون في بطولات اكبر شويه داخل ارض النادي الاهلي للسن الصغير والكبير كمان السن الصغير يعني احتكاك او خبرات، تبادل خبرات. وليهم الولاد الصغيرين بيلعبوا كام بطوله في السنه؟ بيلعبوا ايه؟ كام بطوله في السنه؟ بطولتين. بيلعبوا بطولتين. دول مجمعين ولا بيكونوا عباره عن ايه؟ هي بتبقى بطوله الجمهوريه اولى بتكون بيكون الناس كلها يعني جميع النوادي وكمان من اسكندريه وسموحه وكل دول بينزلوا معانا. والبطوله الثانيه بطوله الجمهوريه الثانيه دي بتكون النهايه بتاعت السنه او السيزون اللي هتخليني تترحل للمرحله اللي بعديها. طب احنا بنلعب بطولتين بس في السنه للسن الصغير دول؟ للجميع. هو بطولتين مجمعين بيكونوا كام يوم يعني؟ يعني اشرحي لي الموضوع بيكون ازاي للسن الصغير اللي انت بتمرني. للسن الصغير بتكون يوم واحد بس. يوم واحد. يعني هل من وجهه نظرك ان اللعيب يتمرن طول السنه، هو بيتمرن تقريبا 12 شهر بوقت بس الدراسه اللي بيروح او وقت الامتحانات يعني. 12 شهر يلعب يوم واحد، ولا نزود البطولات شويه من اتحاد الجمباز؟ بصراحه. لا هو كان في يعني كان زمان على ايامي انا كانوا يعني كانت بطوله القاهره وكانوا بيعملوا لنا بطوله في اسكندريه وبورسعيد وبطوله جمهوريه. هو ده كان احسن عشان انا كنت بتعود على جو البطوله وجو التوتر. لكن هو دلوقتي في السن الصغير ده انا شايفاه حاجه وحشه، بس عشان يعني البنات لسه صغيره ومش واخده على جو البطوله وتوتر البطوله وكده بس. لكن هو بيبقى ريسك ولازم نعمله. عندنا طموح اكيد عايزين نحققه في التدريب، طموحك فين؟ انا نفسي اروح المنتخب طبعا. نفسك؟ نفسي طبعا. بس انا عارف ان دكتور ايمن، هو دكتور ايمن اللي ماسك اتحاد الجمباز مظبوط؟ دكتور ايهاب. دكتور ايهاب انا عفوا دكتور ايهاب، دكتور ايهاب هو اللي ماسك الاتحاد واعتقد بيدعم المدربين الصغيرين في المنتخبات المصريه. دي حقيقه يعني كنا في يعني مدربين كتير في المنتخب سنهم صغير، هم اكبر مني طبعا بسبع او ثمان عشر سنين. بس برضو يعني بالنسبه للسنين اللي فاتت هم سنهم صغير. طيب ده طموح تدريبي اللي انت عايز تروح منتخب مصر. تحقيق ميداليه اولمبيه كمدربه؟
كمدربه هي بعيده شويه بس طبعا اكيد ما نفسي عندك الطموح ده اكيد طبعا. اخر حاجه اقولها لك تقولي للاسره الكريمه بتاعتك كابتن ياسر عبد العال صديق العزيز الجميل تقولي له ايه بجد على المرحله اللي فاتت في الحياه الرياضيه بالذات؟ اه بشكره طبعا عشان هو من غيره هو ومامتي ما كنتش عارف اعمل اي حاجه من الحاجات دي، وبالذات هم يعني كانوا واقفين جنبي في كل حاجه واي كورس انا عايزه ادخله بيدخلوني. حتى لما رحت المنتخب التمارين والوقت كان صعب جدا مع الدراسه كمان كان الموضوع صعب طبعا من غيرهم كنت مش عارفه. بس ياسر ما كانش بيوصل، مامي اللي كانت بتوصل مع مامي وبابي الاثنين. بصي مبسوط جدا جدا اللي كنتي معايا يارا بجد، واجهه مشرفه جدا للنادي وحاجه رائعه، واتمنى لك في المرحله اللي جايه باذن الله تكوني تحققي طموحك باذن الله كمدربه وتبقي مدربه منتخب مصر الفريق الاول باذن الله. شكرا. شكرا يا يارا. كان معانا يارا ياسر نجمه في الجمباز كلاعبه وان شاء الله نجمه كبيره باذن الله في التدريب في المرحله القادمه. خلينا نخرج لفاصل ونستقبل نجمه اخرى بس في العاب القوه ان شاء الله باذن الله نجمه كبيره برضه محققه بطوله افريقيا مؤخرا في ساحل العاج. فاصل وترجعوا لنا مره ثانيه.